الدكتور الصباغي جلال سعيد مندوب وزارة الصحة بإقليم جديدة. اليوم كما شفتوا معنا تم بحول الله تدشين جوج مراكز صحية تحت إشراف السيد العامل وواحد المرافق له. سونتر سونتي المطار نيفو 2 اللي كيتوفر على جوج اوتور طبية وطبيبة الأسنان وثلاثة الممرضين وقاعة لعلاج صحة الفم والأسنان والمركز الصحي المستوى واحد الغزوة. وهاد لي دو سونتر غادي يساهموا في تخفيف العبء على باقي المراكز الصحية سواء المركز الصحي السعادة أو المركز الصحي سيدي حيا. وهذا بطبيعة الحال كيجيب هدف تخفيف تقريب الخدمات من 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 المواطنين وتعزيز العرض الصحي بالإقليم وبمدينة الجديدة على الخصوص. كنشكروا جميع الشركاء والمتدخلين اللي ساهموا في إخراج هذا المشروع للوجود. بطبيعة الحال على رأسهم السيد العامل وممثلين وسيد الوزير الصحة، كذلك ما نساوش رئيس ديال الجامعة البلدية الجديدة اللي بطبيعة الحال ساهم في إخراج مشروع الوجود، كذلك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي ساهمت في تجهيز المركز الصحي مستوى واحد الغزوة، ولا سي جي اللي ساهمت في تجهيز وبناء المركز الصحي مستوى جوج المطار. وحنا كنناقشوا مع المندوب ديال الصحة على أساس باش نفتحوا هاد المراكز اللي تقريبهم للساكنة بالمدينة الجديدة. وهذا يوم كما وصلنا لهذه الأمنية اللي صحت هاد الساكنة قربنا لهم هاد المراكز باش في نفس الإطار نقص من مناطق أخرى اللي كانت عندنا الاكتظاظ كثير. اليوم صبحت بهذا المركز اللي حنا فيه حي المطار اللي غادي يتحمل واحد 30,000 ديال الساكنة اللي كلها غتزور هذا المطار. كذلك المركز السابق اللي شمل ديال الغزواني حتى هو غادي تكون فيه واحد النسبة ديال 32,000 ديال الساكنة اللي غادي تزوروا. هذا شيء اللي حنا كنعملوا دائما في التنسيق مع وزارة الصحة. كيف كتعرفوا ان الجامعات الجديده دائما كانت راهنت اولا الساكنه ديال الجديده وثانيا بالتنسيق مع وزاره الصحه في اطار ارضاء الساكنه ديال المدينه الجديده. وشكرا.